كل الفخر يا فندم، بنرحب بسعادتك في معرض ترانزيميا. ده اتوبيس سيتي باص بيعمل بالغاز، طبعا بنعمله في مصانعنا بالعشر من رمضان. احنا في اخر لقاء مع حضرتك في ترانزيميا 2021، حضرتك طلبت منا ان احنا نزود نسبة المنتج المحلي 80%. انا النهارده الحمد لله وصلنا نسبة 70% في الميني باص اللي حضرتك عينته، كان مستورد السنة اللي فاتت، السنة دي اصبح مصري بنسبة 70%. زي ما حضرتك شايف التصميم مصري، المكونات، الكراسي، الازاز نسبة 70%، البادي كله شكل انسيابي، متانة مطابق لجميع المواصفات. ده بيعمل انبعاثات يورو 5 ان شاء الله. احنا بنهدي ده لصندوق تحيا مصر، لان حضرتك شجعتنا ان احنا نشتغل فيه، وده اول انتاج يطلع، وبنهدي لصندوق تحيا مصر. ال 30% اللي بنصير ايه؟ الشاسيه والموتور. حضرتك شفت الشاسيه السنه اللي فاتت وطلبت مننا ننتجه في مصر، واحنا الحمد لله ده منتج محلي. لو حضرتك تبص في الصوره بتاعت السنه اللي فاتت تشوف الشكل مختلف تماما. عندنا شاسيه برضو الاوتوبيس، ممكن نعمل منه كذا تراس، ده اللي هنعمل منه الاوتوبيس ده. فمعارضين يعني حضرتك ده ينفع لاسكندريه او نقل الموظفين وعمال، بيعمل بالغاز، وده ينفع لمحافظه القاهره، وده حقيقه مشروع المحركات. احنا بالفعل يا فندم السيد الدكتور مصطفى مدبولي اعطى قرار ان احنا نحول جميع الاتوبيسات زي توجيهات حياتك، جميع اتوبيسات هيئه النقل العام القاهره باسكندريه للعمل بالغاز، مع الاشتراك مع الانتاج الحربي ووزاره البترول ووزاره التنميه المحليه. ان شاء الله نحول 262 محرك لدينا فعلا الانتاج الكمي، وعلى شهر 6 ان شاء الله حياتك تقدر تشوف اول 377 محرك اللي هيتم استبدالهم السنه دي، يكونوا خلصوا ان شاء الله. المحركات هياخدوا الاتوبيس يغيروا المحرك بالظبط ولا هتغير بس المحرك بس، ونحافظ على صندوق التروس. فالسيد وزير التنميه المحليه اقترح ان احنا نحط محرك غاز بدل الديزل، وبتوجيهات سعادتك الدكتور مصطفى. لما تعملوا اول اتوبيس عملنا يا فندم جاهز، هو جاهز في الانتاج الحربي يا فندم، خلص بالفعل. خلص بالفعل. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا.